السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة الأستاذ الافتراضي. معكم بروف سوما في هذا الفيديو اللي غادي يكون خاص بالمترشحين الأحرار، وبغيت نهضر على لي سوجي اللي سبق تحطو في كوندي دو لوبتيميزم. المدة اللي فيها هاد لي سوجي تقريبا من 2009 حتى 2014، لذلك غادي يكون مازال فيديو آخر باش نعطيكم المواضيع اللي تحطو من 2014 حتى 2020 واللي كيكونوا دائما متعلقين بكونديد او لوبتيميزم. دونك ناخذ اول سوجي. عندنا بور سيغتان لي بارون كي اون اتان ان سيغتان اج نو دواف بلو اتر بري اون شارج بار لوغز انفون مي دواف اتر بلاسي دون دي ميزون دو روتري. بالنسبه لبعض الاشخاص، الاباء اللي وصلوا لواحد العمر معين ما خصهمش يعني الابناء ما خصهمش هما اللي يهتموا بهم، ولكن هاد الاباء اللي في مرحله ديال الشيخوخه خصهم يكونوا في منازل ديال الرعايه ولا منازل مثلا دار العجزه. بارطاجي فو سو بوين دو في، واش كتقاسم هاد نفس الفكره؟ واش عندك نفس الفكره مع هاد الاشخاص اللي كيعتقدوا ان الاباء ملي يشرفوا خصنا نحطوهم مثلا في دار العجزه؟ ديفلوبي فوتغ ريفليكسيون اون فو ريفيرون ا فوتغ اكسبيريونس بيرسونيل à votre entourage et vos lectures. هضر على الموضوع وقدم لينا الفكره ديالك بالاعتماد على تجربتك الشخصيه ولا المحيط ديالك ولا القراءات ديالك. ناخذ السوجي نيميرو 2. عندنا لابوندونس دو لانفورماسيون اون تو جونغ سوفون اون تو ريال سور لي ريزو سوسيو سوسيت لانتيري اي لا فاسيناسيون دي زان مي اوسي لانديفيرونس اي لو روجي دي زوتر. المعلومات ولا الوفره ديال المعلومات اللي كاينه في المواقع ديال التواصل الاجتماعي كتثير الاهتمام والانبهار ديال البعض، ولكن ايضا كتلقى واحد اللامبالاه والرفض من طرف ناس اخرين. كو بونسيفو؟ شنو كتعتقدوا؟ ريديجي ان تيكست ارغيمونطاتيف دون لوكيل فو ديفلوبي فوتغ اوبينيون على دارغيمون بيرتينون اي دي زيكزامبل ولا ديكزامبل بريسي. بيان سور هنا كتكونوا مطالبين انكم تكتبوا تيكست ارغيمونطاتيف، وبالنسبه لجميع لي سوجي فغالبا كيكونوا ان تيكست ارغيمونطاتيف، هادشي اللي كاين في المراجع. Le sujet numéro 3. Beaucoup de personnes pensent que les valeurs comme la solidarité, la générosité, la tolérance disparaissent de plus en plus dans notre société. Partagez-vous cette opinion? الكثير من الناس كيعتقدوا ان القيم مثل لا سوليداريتي لا جينيروزيتي ولا توليرونس اللي هما لا سوليداريتي التضامن لا جينيروزيتي الكرم ولا توليرونس هي التسامح، فكيعتقدوا ان هاد القيم هذه اختفت من المجتمع ولا تختفي تدريجيا من المجتمع. واش عندكم نفس الفكره؟ وبيان سور في هذه الجمله هذه غير كيقول لك كتب تيكست ارغيمونطاتيف ودعموا بحجج وامثله ملائمه. ناخذ لو سوجي نيميرو 4. لي ديفونسور دو لوم باردون لي ديفونسور دي دووا دو لوم اي لي اورغانيزاسيون دو لا سوسيتي سيفيل كونسيدير لو فينومين دي بون كوم اون فورم ديسكلافاج يميليت بور سون انترديكسيون. المدافعين على حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني كيعتبروا ان الظاهره ديال الخادمات هي شكل من اشكال العبوديه ويحاربون من اجل منعها. اتفو دو ميم افي؟ واش نتوما من نفس هذا الموقف هذا؟ واش فريمون الخادمات نقدروا نعتبروها شكل من اشكال العبوديه؟ الراي ديالكم بيان سور خصكم ديروه على شكل نص حجاجي ولا انشاء بالمقدمه والعرض والخاتمه، واللي في العرض خصكم تدعموا الراي ديالكم بحجج وامثله علاش لا. لو سوجي نيميرو 5. Au cours de votre vie, vous avez appris que dans la vie, il y a des hauts et des bas, des malheurs et des joies. في الحياه ديالكم تعلمتوا ان في الحياه كاينين دي او، يعني مره كاين حاجه مزيانه مره قبيحه مره كاين الاحزان مره السعاده ولا الفرح. راكونتي ان اكسبيريونس دون لاكيل فو افي ريوسي سون فو بلاندر ا سيرمونتي فو ديفيكولتي. عاود لينا التجربه ديالك اللي من خلالها نجحتي بلا ما انك تدمر وتجاوزتي الصعوبات اللي تلاقيتيها. هنايا هذا سي تان تيكست نورمالمون ناراتيف وقليل قليل فاش كيتحط، فانا بالنسبه لي كنعتبر هاد لو سوجي ما كيحترمش المعايير اللي مذكوره ولا اللي كتكون في الاطار المرجعي ولا اللي كاينه في التوجيهات التربويه جينيرال مول، لان في الامتحان خاص يكون ان تيكست ارغيمونطاتيف. ناخذ لو سوجي نيميرو
6, les parents voient que leurs enfants sont devenus esclaves de l'ordinateur ou de l'internet. Êtes-vous d'accord? Les parents qui trouvent que les enfants de leurs enfants sont esclaves, c'est-à-dire الحاسوب ولا الانترنت بصفة عامة. واش نتوما متفقين؟ غير ديجي ارغيمونطاتيف بلا ما نكمل هذه الجملة، راه باينة خصكم مطالبين انكم تعطيو لو بوين دو في بيرسونيل. دو نو جور اون كونستات كو سارتين بيرسون نيد با لي زوتر كون سي ديرني سون دي اون دي بروبليم. في وقتنا الراهن كنلاحظوا ان بعض الاشخاص ما كيعاونوش الاخرين ملي كيكونوا هاد الاخرين في واحد عندهم مشاكل. بارطاجي فو سو كومبورتمون، واش كتقاسم هاد الرأي هذا؟ Il y a un texte argumentatif dans lequel vous donnerez votre point de vue à ce sujet justifié par des exemples et des arguments précis. L'abondance de l'information, donc, nous un autre sujet, comme l'esclave du texte, مثل العبد اللي كاين في النص، وهنا كنقصد لو نيغر اللي كاين في الشابيترو 19، لو نيغر دو سيرينام. بوكو دو جون في ماروكين سون مال تريتي باغ لي فامي شي كي ال ترافاي. بزاف ديال البنات المغربيات كيتلقاو واحد المعامله سيئه من طرف العائلات اللي كيخدموا عندهم، مثلا تورتور، تورتور تعذيب، كو ضرب، برولور الحرق، بينيسيون العقوبه، اي ميم لا مور، ولو وايضا حتى الموت. كو بونسي فو دو تو سو كي سوبيس؟ شنو كتظنوا ولا شنو كتعتقدوا حول داكشي اللي كيعانيو منه؟ هاد البنات هادو، شنو رايكم في هاد المعاناه ديال سي جون في؟ Nous un autre sujet, le sujet numéro 10. Certains pensent que les problèmes et les difficultés de la vie rendent l'individu plus résistant et plus expérimenté. بعض الأشخاص كيعتقدوا أن المشاكل والصعوبات اللي كاينة في الحياة كترجع للفرد مقاوم أكثر ودو خبرة ولا دو تجربة. بارطاجي فو سو بوين دو في، واش كتقاسموا هذا الراي هذا؟ بيان سور ما يمكنش تقول وي او نو، راه ضروري خصك دير واحد لو تيكس باش انك تعطي طون نافي بيرسونيل، ولا تقدر تهضر على المؤيدين والمعارضين. سوجي نيميرو 11، دون لو بولتان دو لانفورماسيون لي شين دو تيليفزيون بريزونت او تيليسبيكتاتور دي سين دو غير. ابروفي فو لا ديفوزيون دو سي ايماج؟ قلنا من خلال الاحصائيات ديال ولا المراجعات المعلومات اللي كاينين، ف بعض القنوات كيقدموا للمشاهدين مشاهد اللي فيها الحرب. واش نتوما مع النشر، لا ديفيزيون هي نشر ديال هاد لي زيماج، ديال هاد المشاهد؟ ناخذ ان اوتر سوجي دون نوتر رولاسيون، دون توت رولاسيون في كل علاقه، سو سون لي انتيري بيرسونيل كي دواف افوار لا بريوريتي او لو دوسو. في نظركم واش العلاقات ان المصالح الشخصيه هي اللي خصها تكون الاولويه وهي اللي خصها تكون الفوق؟ بارطاجي فو سيت اوبينيون، واش كتقاسم هذا الراي هذا؟ ناخذ لو سوجي 13، لو بارون ناكسبت با دو ماريي كينيغوند ا كونديد. البارون سيرتو هنا لو فرير، لو فرير دو مادموزيل كينيكونت في شابيتر جو بونس غادي تكون في 20، دونك لي شابيتر ديرني. فالبارون ما قبلش انه يزوج، باردون ماشي شابيتر 20، غادي تكون ما بين 16 15 16 في هاد لي زونفيرون. فهاد البارون ما بغاش يزوج كينيكونت الكوندير، il veut lui trouver un autre mari. يبغى يلقى ليها ان ماري اللي يكون من المستوى ديالهم سيرتو. ابروفي فو سو كيل في، واش كتقبلوا هادشي اللي دار؟ لان البارون راه سي تان نوبل، من طبقه النبلاء، او كونديد ماشي ما كينتميش لهاد الطبقه هادي، وبالتالي واخا نقدو لو بارون رفض انه يزوجو الاخت ديالو. شنو كتعتقدوا حول هاد العمل هذا ولا هاد الفعل؟ ناخذ ان اوتر سوجي دون الي تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو دو محمد خير الدين. غادي تقولوا لي هذا متعلق ب الي تيت اون فوا؟ نو، لقيتو في ان اكزامان دو كونديد. Donc, il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khairuddin. Le vieux affirme que tout change. Le vieux qui est que qui est à ton avis, quels changements positifs ou négatifs l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication t'apporte-t-elle? Justifie ta réflexion à l'aide d'arguments de ton choix.
يعني من خلال اللي تيت اون فوا كيقول ان بوشعيب سيرتو ولا محمد خالد الدين من خلال الصوت ديال بوشعيب كيقول ان كل شيء كيتغير. وشنو هما في نظرك التغييرات الايجابيه ولا السلبيه اللي جابتها الاستعمال ديال الوسائل التكنولوجيه وخاصه ديال المعلومه والتواصل؟ فهنا بصيغة أخرى، يعني شنو هما التغييرات اللي جابتها استعمال التكنولوجيا؟ وغادي تقول واش تغييرات إيجابية ولا تغييرات سلبية؟ وبيان سور علل الإجابة ديالك باستعمال واحد لو تيكست أرغيمونتاتيف. دونك وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى نكون وضحت لكم الطبيعة ديال المواضيع اللي كتعلق بكونديد والأوبتيميزم. بيان سور كيف ما قلت أن غادي يكون جزء آخر باش هكذا نكونوا على إلمام بجميع المواضيع، وما عليكم نتوما الا تتدربوا وتخدموا هاد لي سوجي. اي ا تري تري بيانتو.